مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1. طبعا مستنين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. هكون معاكم طبعا طول الحلقة، تقدروا تسألوني على أي حاجة حابين أجاوب عليها. وما تنسوش دايما بنرجع لليوتيوب، لو في أي وصفة أنتوا حابين تعرفوها من أول ما بدأنا لحد دلوقتي بتلاقوا كل الوصفات وكل الحلقات على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. طبعا كل سنة طيبين، سنة جديدة يا رب كلها خير يا رب عليكم أنتوا أهلكم وحبايبكم وصحابكم. إن شاء الله هنعمل هنحتفل كده مع بعض يوم الخميس اللي جاي، هنعمل تورت طبعا سألت عليها كتير جدا، هنعمل تورتة لرأس السنة والسنة الجديدة، وهنعمل كمان معاها شوية حاجات كده هتعجبكم جدا إن شاء الله. استنوا حلقة الخميس هتعجبكم قوي قوي. وغير إن احنا هنعمل تورتة خاصة بالسنة الجديدة برضو هتبقى يعني تكنيك التورت عموما، فيعني خليكوا معانا وتابعوا الحلقة عشان هتبقى مفيدة ليكوا سواء انتوا هتعملوا في تورت عادية او تورتة خاصة برأس السنة. يعني موضوع التزيين النهائي ده مش هو الموضوع بس، لا احنا هنبدأ من اول الكيك الاسفنجي نعمله ازاي، اتسألت عليه كتير جدا، من اول بعد كده تزيين التورتة، ازاي نسقي التورتة، كل التفاصيل دي هتشوفوها معايا ان شاء الله يوم الخميس بإذن الله. النهاردة هنعمل برياني. برياني هي حلة واحدة كده بنعمل فيها كل الأكلة وبتطلع في منتهى الجمال، يعني مع شوية دقوس كده جنبها ويا سلام لو سبايسي هيبقى الموضوع زي الفل. تعالوا نشوف مقادير البرياني ونشتغل واحدة واحدة فيها مع بعض. مقادير الرز البرياني، بصوا بقى الرز البرياني ممكن نعمله بسمك، ممكن نعمله بفريخ، زي ما انتوا حابين تقدروا ان انتوا تنوعوا لو انتوا مش حابين تشتغلوا بيه بفريخ. انا النهارده هعمله بالفراخ. محتاجه فرخه هكون مقطعاها على 8 قطع. الحجم بتاع الفراخ بتاعي عايزاه يكون كبير شويه، يعني يكون الـ الفرخه متقطعه يعني 8، فهي محتاجاها تكون حجمها كبير. انا هجيب بس حله كده صغيره كبيره اهو. يلا تمام، هقطع الفراخ على 8 قطع. طبعا منزوعه الجلد او لا دي على حسب ما انتوا حابين، او ممكن تبقى كمان فيليه يعني زي ما انتوا حابين خالص تقدروا تشتغلوا. وعندنا كمان تتبيله الفراخ، محتاجه كوبايه من الزبادي يعني او علبه زبادي اللي متوفر عندكم، مفيش مقدار قوي للزبادي. تمام، وعندي كمان 3 فصوص من الثوم المبشورين او مفرومين، واثنين طماطم مبشوره، وعندي كمان فلفل حار ومعلقه صلصه، واثنين معلقة من الجنزبيل المبشور، او لو ما عنديش جنزبيل فريش هشتغل يعني بجنزبيل بودرة لو انتوا مش متوفر عندك ده او ده. تمام، بعد كده عندي 3 معالق من الزيت وملح وفلفل وكركم وكزبرة وكمون وقرفة وبابريكا ولسلق الرز، محتاجة 3 كوبايات من الرز البسمتي، مكعب زبدة وملح وحبهان وورق لورا وقرنفل، وعندي كزبرة خضراء مفرومة. تمام، ممكن كزبرة خضراء مفرومة أنا هستخدمها للتزيين ولطبقات البرياني، ممكن كمان جزر مبشور، ممكن كمان بصل متحمر، يعني في كذا اختيار تقدروا أن أنتوا تشتغلوا بيه. تعالوا كده إيه هقول المقادير تاني سريعا وبعدين نشتغل. محتاجة فرخة تكون متقطعة عندي 8 قطع، وعندي كمان زود لي الرز اسلم بعد اذنك. وتتبيله الفراخ كوبايه زبادي، 3 فصوص من الثوم المفرومين، 2 طماطم مبشوره وفلفل حار ومعلقه صلصه، معلقتين صغيره جنزبيل مبشور، و3 معالق من الزيت، وعندي كمان ملح وفلفل وكركم وكزبره وكمون وقرفه وبابريكا، ولسلق الرز 3 كوبايات من الرز البسمتي عليهم مكعب زبده وملح وحبهان ورق لورا وقرنفل والكزبره الخضراء المفرومه. تمام، اول حاجه كده ايه تعالوا هنسلق الرز مع بعض. عندي الميه مغليه على النار، تمام، وهحط فيها بقى كل المنكهات دي، هحط ورق لورا، هحط حبهان، هحط قرنفل، انا بطعم الميه بتاعت السلق عندي، وهحط كده ايه مكعب زبده اهو، مكعب كده زبده يدي برضو طعم للرز. تمام، ومعلقه ملح. يبقى الميه عندي مغليه، هسلق الرز هحط فيه معلقه ملح واحط مكعب زبده وهحط ورق لورا وحبهان وقرنفل، انا بطعم الميه اللي انا هسلق فيها الرز.
طب هسلق الرز قد ايه؟ هسلق الرز نص سلقه، يعني وقت قد ايه؟ من 4 لـ5 دقايق، مش اكتر من كده. رز بسمتي طبعا، لو هشتغل بالرز مسلوق ما ينفعش اعمل رز مصري، خدوا بالكم الجزء ده. طب لو انا عايز اعمل البرياني برز يعني برز مصري، ما عنديش رز بسمتي وعايز استخدم رز مصري، دي حله تانية. اسلم بعد اذنك. عايزه اشتغل برز مصري ما عنديش رز بسمتي، هعمل ايه؟ هقوم لاغيه خالص المرحله بتاعت السلق وهقول لكم هنعمل ايه، تمام؟ لكن انا لو هسلق لازم رز بسمتي، مش هينفع عندي خالص تبقى الرز المصري هو اللي يتسلق، هيعجن وهيبوظ معاكم ومش هيبقى مظبوط خالص. خلاص سبت الرز هيتسلق حوالي 4 5 دقايق، في المرحله دي هبدا اشتغل في الفراخ. هجيب بوله، هجيب كده بوله وابدا اعمل التتبيله بتاعه الفراخ. ليه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن علبه الزبادي اهو بالشكل ده كده، تمام. هحط فيها الثوم المفروم، حوالي 3 4 فصوص ثوم، يعني مش اكتر من كده يعني، تمام. هحط كمان جنزبيل مبشور، وبرده مش هكتر، حوالي معلقه كبيره كده بعد ما ابشره. لو ما عنديش جنزبيل مبشور هشتغل بجنزبيل بودره، بس طبعا بيبقى طعمه احلى بكتير لو هو مبشور، تمام. بصوا ريحته مع الثوم، هو الثوم والجنزبيل الميكس ده بيليق قوي مع بعض، فريحته بجد في منتهى الجمال. هبدا بقى ايه؟ املح، احط الملح بتاعي، وممكن اظبط الملح بعد كده زي ما انا عايزه، فانا حطيت معلقه واحده وبعدين هظبطه. هحط شويه فلفل اسود، وهبدا بقى ايه؟ احط البابريكا، هحط البهارات بقى اللي عندي، الكمون، الكزبره، ابهر بقى الفراخ عندي بكل البهارات اللي انا قايله لكم عليها. لو عندكم طبعا جرام مساله تقدروا تعملوا. القرفه هحط طبعا شويه، مش هحط كل الكميه دي، يا دوب نص معلقه قرفه كده عشان الطعم ما يغيرش معايا. هحط الصلصه بالشكل ده كده، بصوا هقلب كل الخلطه دي وهخففها بشويه ميه كده، عشان ايه؟ عايزاها يعني تبقى سايبه شويه عن كده اهو. يبقى انا حطيت هنا الزبادي، حطيت البهارات كلها، البابريكا والكمون والكزبره والفلفل الاسود والملح والصلصه، كل الكلام ده كده ايه؟ حطيته بالشكل ده. بصوا لو تاخدوا بالكم انا سايبه لسه الكركم، هحط شويه وهسيب شويه عشان ممكن احتاجهم في الاخر الون كده بيهم الرز، هقول لكم ازاي. خلاص اسماء صباح الفل. صباح النور، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله بخير والله. انا بتفرج عليك على طول والله. الله يخليك، تسلمي يا حبيبتي. تسلمي، الله يخليك. بقول لحضرتك انا اتصلت بيكي قبل كده عشان اسال حضرتك الجزر بيتخلل ازاي، وقلت لي هنزل لك. حاضر يعني حاضر، هقوله لك. معلش ساعات احيانا والله الاسئله بتبقى كتير في الحلقه، فببقى تمام. بحاول ما اخرجكوش عن الحلقه اللي احنا بنعملها، وبجاوب على قد ما بقدر والله. حاضر، ولا يهمك. عينيا يا حبيبتي. شكرا. حاضر يا حبيبتي. احنا عايزين نعمل كمان حلقه مخللات، وهقول لك حاضر الجزر النهارده. عينيا يا حبيبتي. بصوا بعد ما خلصنا التتبيله بالشكل ده هبدا بقى احط فيها ايه؟ الفراخ. طب الفراخ ينفع زي ما قلت لكم تقطعها على 4، تقطعها على 8، ينفع صدور ووراك مخليين، براحتكم خالص، يعني الموضوع على حسب ما انتوا تحبوا. فتقطيعة الفراخ او الجزء بتاع الفراخ انتوا ده تتحكموا فيه، يعني انهي وراك بس، صدور بس، اللي انتوا حابينه، مخليه بالعظم، بالجلد، من غير جلد، زي ما انتوا حابين. بس انا بصراحه بحب اعملها يعني من غير جلد كده، تمام اهو. بنزل بقى بالفراخ طبعا متقطعه ومغسوله وزي الفل ونظيفه جدا، تمام كده اهو. شيل بقى الاسباتولا دي خلاص، مش عايزاها. وابدا بقى ايه؟ اتبل الفراخ بالتتبيله بتاعه الزبادي بالبهارات اللي انتوا اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي اهو. خلاص لو عندكم طبعا بهارات الجرام مساله تقدروا تحطوها. انا النهارده عملته بالبهارات اللي موجوده عندنا في البيت، اللي انا ما اشتريلوش بهارات مخصوص،
تمام. لو عندكم البهارات بتاعت الجراما صالة حطوا معلقة، بتدي طبعا طعم تحفة يعني، تبقى حلوة جدا. ما عندكوش خلاص اشتغلوا زي ما انا اشتغلت كده. خلاص حطينا الفراخ كلها اخدت التتبيلة بتاعت الزبادي بالشكل ده، وبعد كده هقوم جايبة الحلة اللي انا هشتغل فيها، هحط كده فيها شوية زيت، او لو حابين تحطوا الزيت في التتبيلة يبقى كله مع بعض براحتكم برضو خالص. اهو هبدأ كده ايه، انزل بقى بالفراخ اهو تتشوح كده تشويحة. بصوا بحطها بخلي وشها تحت كده عشان عايزة احمر الفراخ. مريم صباح الفل. يا مريومة صباح الفل. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. من حضرتك ثلاث؟ اتفضلي طبعا. انا عايزة اعرف عمل الشاورما فراخ. الشاورما فراخ، حاضر عينيا يا حبيبتي. شكرا. تسلمي يا حبيبتي، شكرا شكرا. خلاص يا ام نور صباح الفل. احنا عندنا كام مخلل الجزر والشاورما الفراخ. يا ام نور، ام نور صباح الفل. اسمي منور. ازيك يا منار؟ السلام عليكم. ازيك يا منار؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ كله زي الفل. اخبارك ايه؟ كله جميل. هي صغيره على ام نور، عندك كام سنه؟ 23. طب يلا فال حلو اهو. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، والله كله زي الفل الحمد لله. كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب، وكل اهلك وحبايبك بخير يا حبيبتي وفي احسن صحه. الله يخليك. الله يخليك. تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها لنا. تسلمي تسلمي يا منار. اول مره تكلمينا؟ كلمتك قبل كده مرتين. طب مبسوطه جدا ان انت كلمتيني حبيبتي النهارده. انا والله بحب حضرتك قوي. شكرا يا حبيبتي والله، ربنا يخليكي. تسلمي. انا هسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه بس تقول لي كيكه الشوكولاته. كيك الشوكولاته؟ حاضر حاضر. شكرا شكرا يا حبيبتي. معانا الشاورما، كيك الشوكولاته، مخلل الجزر. عينيا هجاوب على كل حاجه. خلص بس البرياني عشان تشوفوه معايا ونعمل كل حاجه. بصوا شايفين الرز ابتدى هو يدخل في السلق، حاطين على الميه مكعب زبده، حاطين ورق لورا وحبهان والقرنفل، الحاجات دي كلها بتنزل طعمها مع الرز فبيبقى الطعم فظيع. الحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بشوحها كده على الجنبين اهي. بصوا تشويحة كده، ببدأ اديها برضو تشويحة من كل الجوانب من الجنبين كده اهو. مهاني صباح الفل. صباح الفل حبيبتي، كل سنه طيبه. وحشتيني والله. وانتي كمان. انا كنت في اسكندريه البلد الجميله. ايوه والله قعدت 3 ايام يجننوا، الدنيا غرقانه هناك. لا بس أكيد. كان بننزل برضه في المطره والجو حلو وبعديها بتدفي وجميله بصراحه. لا هو لا. الجو لما الدنيا بتمطر بتدفي الجو. لا انا بحب اسكندريه جدا في الشتاء، بس في الصيف لا عشان اسكندرانيه كمان بتحبك. ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يخليك حبيبتي. والله بتوحشينا بجد. سلام يا حبيبتي. بصي بقى انا كاتبه لك حاجه من حب ليك يا رب. سلام سلام. ايه شيف الحلاوه دي؟ اسماء يا شيف اسماء، ربي يحميكي في الارض والسماء، شياكه ولباقه كلك ذوق ووفاء، اكلك حلو وشهي ومفيد للغذاء، دمت لينا شيف اسماء، دمت لينا شيف اسماء. والله ده انا هتعود على كده، ده انا هستنى كل يوم تقولي لي الكلام العظيم الحلو ده. انت حبيبتي وبموت لك وحياه ربنا. صباحك جميل. وشياكه والضحكه الجميله دي كفايه بس النهارده. سلامي. يعني يبقى يومنا فل. تسلمي والله. انا اليوم زي الفل. على الرز البرياني ده انا طلبته منك قبل كده حبيبه قلبي. الله يخليك. والله ما بتبخلي علينا باي حاجه. صباحك زي الفل. صباحك جميل. يومك زي الفل. الله يخليك. الله يخليك يا ام هاني. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. بصوا بقى هنا بعد ما الفراخ تستوي، بصوا بتبقى بالشكل ده، بتنزل بقى ميتها. انا حطيت لها كمان حوالي كوبايه ميه عشان الفراخ تستوي. خلاص بعد ما تبقى بالشكل ده هبدا بقى ان انا اصفي الرز بتاعي واحطه عليه. هجيب كده، هاجي اطلع الرز. انا كده احنا اتفقنا ان انا عايزه اسوي الرز نص سلقه بس عشان يكمل السوى في الحله بتاعه الفراخ بتاعتي اهو.
الفراخ هنا برضو مستويه حوالي 70% كده. اوكي تمام. ابصوا بقى شايفين الرز كده تمام دخل في السوى حوالي نص سوى كده اهو. هبدا كده طبعا اشيل بقى اي حبهان ورق لورا الكلام ده كله اشيله واصفي الرز. هشيل اي قرنفل الكلام ده كله هشيله لان خلاص مش محتاجاه عشان ايه ما يطلع. انا خدت الطعم بتاعه في الميه بتاعت السلق مش عايزاه واحنا بناكل يطلع كده معانا في الاكل اهو. تمام شيل الحبهان دول ورق اللورا كل الكلام ده خلاص انا استفدت بيه اخدت الطعم بتاعه اهو. تمام قوي كده نصفي بقى كل الكميه اهو. حبهان والحاجات دي لو طلعت في الاكل بتبقى مش لطيفه فيعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه اشيلها اهو. الرز عندي كده تمام قوي. هبدا بقى ايه اضيفه اهو على الفراخ ومش عايزه اقلب. هقول لكم ليه. عشان عايزه الرز عندي يبقى ملون يبقى جزء ابيض وجزء الاصفر اللي محطوط تحت. في ناس كمان بتلونه بلون احمر بس احنا يعني هنعمله بطريقه بسيطه خالص اهو. انا هاخد شويه الرز اللي فاضلين هصفي كده شويه الرز اللي فاضلين دول عشان ابقى خدت كل الرز اللي في الحل. تمام شيل بقى الحبهان والقرنفل ونحط دول برضو عشان حرام ما نرمهمش اهو. تمام كده. تعالوا بقى ايه انا هفرد الرز كده بالشكل ده فنصه هيلون والنص التاني ابيض كده زي ما انتم شايفين. تمام بقى عندي لونين في الرز اللون اللي تحت واللون اللي فوق اهو. اللي فيه الكركم ممكن نشتغل بميه ببودره زعفران وممكن نشتغل بكركم على حسب ما انتم حابين. وفي ناس عندها لون احمر كان بتحطه كده فوق الوش بتدوبه في شويه ميه. لو حابين نعمل كده برضو تقدروا تعملوا كده. هشوف لو عندي لون احمر كده ممكن نعمل شويه نحلي بيهم كده الشكل زي ما اتفقنا. بقى هنزين بعد ما يستووا هغطي عليهم كده يكمل الرز نص السوى اللي فاضل له وكمان الفراخ كمان تكمل الشويه اللي فاضل لها. وبعد كده بعد ما يستووا هنبدا بقى نقدمهم مع بعض بطريقه حلوه جدا وبسيطه وسهله. تمام بصوا بقى الطماطم المبشوره اللي عندي هبدا بعد ما الفراخ تستوي بالشكل ده او تتحمر من ناحيتين هبدا احطهم كده واحط بقى شويه ميه واخلي الفراخ تستوي عشان توصل للمرحله اللي انا وريتها لكم قبل ما احط الرز. حنين صباح الفل. نعم ازيك يا حنين؟ كويسه. عامله ايه يا حبيبتي اخبارك ايه؟ انا بحبك وانا كمان بحبك جدا. تسلميلي. عندك كام سنه يا حنين؟ عندي 10. 10؟ رحتي المدرسه ولا ما بتروحيش المدرسه لسه؟ بطلت المدرسه خلاص. اجازه خلاص؟ خدتي اجازه بدري؟ اه. طيب حلو جميل. صباحك زي الفل يا حنين. يا حنين. طب انا مش سامعاكي كويس يا حنين، حاولي تكلمينا تاني. شكرا يا حبيبتي. احنا كده عملنا البرياني. تعالوا بقى نطلع فاصل وبعد الفاصل هنعمل مع بعض الدقوس وهنجاوب كمان على الاسئله لما نرجع ان شاء الله من الفاصل. انا سايبه البرياني كده على النار. الفراخ زي ما قلت لكم استوت 70% فبعد كده حطيت عليها الرز يكمل بقيه سواه والاثنين يستووا مع بعض. ما قلبتوش خالص. انا عايزه يدي كذا لون كده الفراخ الرز فانا هسيبه من غير تقليب خالص. تمام بالشكل اللي انتم شايفينه ده يكمل سوا وهوطي بقى عليه خلاص مش محتاجه النار تبقى عاليه. ده كده البرياني. تعالوا بقى نطلع فاصل ونعمل مع بعض الدقوس ونجاوب على الاسئله اللي احنا سالناها بعد الفاصل.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. سبت البرياني يستوي كده على نار هاديه شويه عشان مش عايزاه يبقى على نار عاليه، وهنبدا بقى نقدمه مع بعض بعد ما يخلص شويه. هسيبه حوالي ربع ساعه كمان كده على النار، الرز يكمل سواه وكله يبقى تمام. عندي لون احمر كمان هوريكم، لو انتم حابين تلونوا لون ثالث معاه هقول لكم تعملوا ايه، بس ممكن تعملوه كده بطريقه بسيطه. انا حبيت النهارده اعمله بالتوابل العاديه اللي موجوده عندنا في البيت، بحاجات كلها متوفره عندك في البيت. يعني هتجيبي الفرخه بدل ما تعمليها بالطرق التقليديه اللي متعوده تعمليها، هتعملي البرياني ده بيبقى في منتهى الجمال. طبعا البرياني لازم جنبه ايه؟ لازم جنبه الدقوس. الدقوس من الحاجات الحلوه جدا اللي لما بتتاكل على البرياني طعمها يجنن. هي عموما بتتحط على اي حاجه بتحلي بصراحه الاكل. تعالوا نشوف مقاديرها ايه ونشتغل فيها مع بعض. محتاجه 3 ثمرات من الطماطم، اي تقطيعه بقى لان انا كله هشتغل في الكبه، وعندي كمان نص معلقه صغيره من الثوم، وتلات معالق من الزيت، وعندي نعناع وفريش، او طبعا فريش افضل، لو ما عندكيش فريش هنشتغل بمجفف عادي، وعندي كمان معلقه كبيره مستارده وفلفل حار وملح وفلفل وشطه. تمام، يبقى هقول تاني المقادير. محتاجين 3 ثمرات، نص معلقه صغيره من الثوم، وتلات معالق من الزيت، وعندي كمان نعناع ومعلقه كبيره من المستارده وفلفل حار وملح وفلفل وشطه. تمام كده. بصوا الدقوس انا كله بيتضرب في الكبه على البارد، ما بيدخلش نار خالص، يعني بتبقى دقه طعمها بجد يجنن. هنبدا بقى ايه، اول حاجه كده هفرم الفلفل اللي عندي، وخل، معلش وخل، انا نسيت الخل، انا اسفه، وخل. تمام، وهنحط بقى الفلفل الحار والرومي بالشكل ده. طبعا الدقوس من الحاجات اللي بتبقى حاميه، حابين ما تعملوهوش حامي قوي تقدروا، طبعا مفيش حاجه ما يعني مفيش قاعده على الحاجه، لكن هو اغلبيه الوقت هو بيبقى مشطشط، فيعني مش حابين تزودوا الفلفل الحار او تزودوا بنسبه بسيطه قوي، يعني يبقى حرش كده. ممكن اللي انتوا حابينه وبتاكلوه تقدروا ان انتوا تعملوه. هبدا كمان احط شويه دول معاهم بدل ما هما كده. تمام، وابدا افرم انعم خالص الفلفل. انزل عليهم، طبعا ممكن تحطوهم كلهم على بعض في الكبه، انا يعني ايه عشان الكبه بس صغيره عندي فبعملها على مراحل. تمام، اهو الطماطم والبصل، شيل بس دول كده، اهو احط بقى البصل، اهو لازم يعني يبقوا متقطعين، انتوا حطوهم عادي زي ما هم كده، شويه الفلفل دول، وهحط عليهم الثوم، فصين ثوم كده، وعليهم شويه نعناع اهو مش اكتر من كده، يعني كام ورقه نعناع كده، او لو نعناع مجفف هيبقى رشه مش اكتر من كده. وهجيب معلقه كده ايه، انزل بالمعلقه مستردة، بتبقى طعمها حلو قوي المستردة مع الدقوس، جربوها هتحسوا طعمها حلو جدا اهو كده. حاضر، هحط شوية شطة، مش هزود بقى عشان انا حاطة خلاص فلفل، فيعني ايه اي، ونحط الملح بتاعنا، معلقة ملح كده، وهحط الفلفل الاسود. نورهان صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا شيف اسماء. الحمد لله يا حبيبتي دايما. منين؟ من القاهرة يا شيف اسماء. ايوه لهجتك جميله حبيبتي، احسن ناس، احسن ناس منوراني بتليفونك. اتفضلي حبيبي انا معاكي. انا عايزه اصبح عليكي واسلم عليكي. صباحك قمر، صباحك جميل يا حبيبتي، احلى صباح. الله يسلمك. شكرا يا حبيبتي، شكرا، صباح الجميل على اهل سوهاج كلهم كمان، بنصبح عليهم وعلى كل المحافظات الحلوه اللي بتكلمنا. بصوا حطيت بقى هنا كل البصل والفلفل الحار والفلفل الرومي والثوم كله كله والنعناع وكل الكلام الحلو ده، مع معلقه مستارده وشطه وملح وفلفل وبس كده، والخل والزيت لسه ما حطيتهمش، هحطهم في الاخر.
كده خلاص انا فرمت كله كده ناعم. بصوا اسهل من كده مفيش، مش محتاجين اكتر من كده. هجيب بقى بوله احط فيها، اديني حاجه اسلام احط فيها الدقوس بعد اذنك. طيب يلا هرفع كده السلاح ده كده وابدا بقى ايه، احط شويه الخل اللي انا عايزاهم اهو، شويه الزيت هاي 3 معالق زيت كده تمام، مش حاجه اكبر من كده شويه ماشي. هات لي طيب الازرق المدور الصغير ده. مصطفى صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل على اجمل شيف في الدنيا. صباح الجمال يا حبيبتي. صباح الفل. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. كده في نجاح وتالق على طول. اللهم امين. فرحه ان شاء الله يا رب. كلنا يا رب تبقى سنه حلوه علينا كده. يا رب عليك وعلى حبايبك وعلى كل انسان في الدنيا تقول عليه بخير يا رب. الله يخليكي الله يخليكي. ربنا يديم عليك الصحه يا رب ويديم عليك الصحه يا رب. ده اهم حاجه ربنا يديم عليك الصحه والسلامه. ويديم عليك محبه الناس كفايه كفايه حب الناس لك يا شيف اسماء. الله يخليكي حبيبتي والله. اجمل شيف والله. ربنا يديم الصحه عليك يا رب والعطاء. اللهم امين. الدعاوي الحلوه دي ويا رب بعطاء على طول وتالق. لا ده احنا عايزين دعاوي من دي كل يوم بقى. عينيا والله. امريني حضرتك تحت امرك. الله يخليكي. اما القناه بتاعتكم مش فيها حاجه حلوه، ده كلها حاجات حلوه والله. اه والله بنحاول دايما يعني نعمل كل اللي يبسطكم. والله العظيم وانت من غير ما تقولوا احنا ربنا عارف احنا بنحبكم قد ايه والله. الله يخليكي الله يخليكي يا رب كده حب الناس كفايه. ربنا يديم عليكي وعلى كل حبايبك يا قلبي. اللهم امين يا حبيبتي. اللهم امين يا حبيبتي. سلامي على المكالمه الحلوه دي والله. شكرا يا حبيبتي شكرا. لا انت مش داخل معانا في النهارده تمام كده. هحط بس شويه زيت كده من فوق الوش بس كده زي الفل. احط كده ورقتين نعناع نروق الطبق كده بتاعنا اهو. ناخد ورقه تانية دي مقطوعه مش حلوه. نزين كده بورقتين نعناع اي بقى حاجه انتوا حابينها يعني تمام. تعالوا بقى ايه نودي الدقوس هناك. وهالبوله دي انا هحطها وانا بقدم الدقوس هحطها كده في النص ايه في نص الطبق. طيب تعالوا بقى نجاوب على الاسئله قبل ما نطلع فاصل ونعمل الحلو اللي معانا النهارده. النهارده عندي ايه؟ الجزر المخلل. هجاوب كده بالترتيب. الجزر المخلل هنجيب الجزر. لو عندكم القطاعه اللي هي المشرشره دي بتبقى شكلها حلو يعني في التقديم. بتجيبي الجزر وبتقطعيه اي تقطيعه سواء بالسكينه سواء بقطاعه المخلل اي حاجه موجوده عندك تقدري تعمليها. وبعد كده بتقومي عامله محلول التخليل. بتجيبي لتر من الميه بتغليها وبعدين بتسيبيها تبرد. بعد كده بتحطي عليها معلقتين من الملح ومعلقتين من الخل. وبحط بحب قوي احط مع الجزر بحب احط كام قرن كده فلفل حامي مع فصين 3 توم بيبقوا حلوين جدا وشويه زيت بس كده. ده الجزر المخلل وما بحطش اي حاجه. حابه تزودي كمون ممكن. انا بحب اعمله بصراحه بالملح والخل والتوم وشويه الفلفل سواء فرماهم ناعم سواء ان انا حطاهم كده كاملين زي ما انت تحبي. ده كده الجزر المخلل بطريقه بسيطه وسهله وبيبقى من المخللات السهلة يعني المخللات البسيطة مش المخللات المعقدة يعني. عندنا ايه تاني؟ ناخد امير. اميرة اميرة صباح الفل. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كله زي الفل والله كله جميل. ممكن اسألك على طريقة صوص الشوكولاتة؟ حاضر هقول لك صوص الشوكولاتة وهنقول كيك الشوكولاتة كان عشان سألنا عليه. حاضر حاضر يا حبيبتي شكرا. بصوا هنجاوب على كيك الشوكولاته وهنقول لو احنا عايزين نعمل له صوص هنعمل ايه تمام. هنجاوب على كيك الشوكولاته. كيك الشوكولاته هنجيب 4 بيضات هنضربهم مع كوبايه سكر وفانيليا. بعد ما يتضربوا كويس قوي يبقوا فومي بمضرب بيض بخلاط باي حاجه موجوده عندكم. بعد كده هنحط عليهم كوبايه من اللبن وكوبايه من الزيت. كوبايه الزيت دي ينفع تبدلوها بنص زيت ونص سمنه، نص زيت ونص زبده، زبده كلها، سمنه كلها براحتكم خالص، يعني كوبايه دهون يعني شكلوها بقى زي ما انتم حابين او خلوها حاجه واحده. انا بصراحه بحب الزيت او السمنه بيبقوا قطره كده في الكيكات اللي هي الساده اللي مش متشربه.
تمام. بعد كده بنحط الاربع بيضات فانيليا، السكر بنضربه كويس، كوبايه زيت، كوبايه لبن بنضربهم برده كويس. باجي على المكونات الجافه، عندي كوبايتين دقيق هشيل منهم معلقتين، وهحط مكان المعلقتين دول كاكاو خام، وهحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. هقلب كل الكلام ده مع بعض، هحط المكونات الجافه على السايله وهخلطهم برده بالراحه كده، وهكون مبطنه صينيه مقاس مثلا 22 23 بسمنه وشويه دقيق. وبعد كده هقوم حاطه الخليط على درجه حراره 180، الرف الوسطاني شغال تحت بس، بتاخد حوالي 45 دقيقه. طب الكيك طلع وعايزه اعمل لها صوص شوكولاته، عندي طريقتين، ممكن اعمل لها زي الجناش، وممكن اعمل حاجه تانية صوص شوكولاته كده بكاكاو خام. هقول لكم الطريقتين وانتوا على حسب الحاجات المتوفره عندكم اشتغلوا. الجناش هبقى محتاجه كريمه وشوكولاته مبشوره خام، تمام. لو ده عندكم هتستخدموا كوبايه من الكريمه، هتحطوها على النار اول ما تغلي هترفعوها، بعد ما ترفعوها هتكونوا بشرين كوبايتين من الشوكولاته الخام. هتقوموا حاطين الكوبايتين دول على الكوبايه بتاعه الكريمه ومقلبين، السخونيه هتسيح كل الشوكولاته، هيبقى عندكم جناش شوكولاته سايح وجميل وزي الفل. خلاص، حتى لما بيبرد شويه برضو بيفضل طري، ما بينشفش زي الشوكولاته الخام لما بتتساب لوحدها. طيب عندي نوع تاني من الصوصات ممكن اعمله، عندي نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من اللبن. هضربهم مع بعض في الخلاط كويس جدا، هيدوا عندي صوص تقيل كده وحلو، ده صوص شوكولاته تقدروا تستخدموه في اي حاجه. يبقى انا كده قلته لكم بطريقتين، طريقه موفره وطريقه لو انتوا حابين تعملوها بالشوكولاته الخام والكريمه برضو تقدروا تعملوها. ده كده تمام. الشوكولاته الصوص بتاع الشوكولاته اللي في الخلاط، نص كوبايه من الاربع مكونات دول، سكر، لبن، كاكاو خام، زيت، تمام، بنضربهم مع بعض في الخلاط وبيبقى عندك صوص شوكولاته. بس طبعا خدي بالك صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه في الخلاط ده استعمليه على قد اللي انت يعني هتستخدميه فيه، لان انا عندي مثلا فيه لبن فمش هينفع اسيبه وقت طويل ولا بره الثلاجه ولا الكلام ده كله، ليه وقت هيبقى وهيبوظ، فخدوا بالكم من النقطه دي، تمام. يعني بعمل على قد نص كوبايه من كل حاجه، ده هيديني مثلا لو هزين كيك ده هيديني على قد الكيك وهيغرقها وهتبقى زي الفل، تمام كده. عندنا ايه تاني؟ مريم صباح الفل يا مريومه. انا شيف اسماء. ازيك يا مريومه، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبي انا معاكي. الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك يا شيف اسماء. الله يخليكي، دي عايز ورقة عمل الكيكه. حاضر، ده احنا لسه قايلينها، لسه قايلينها يا مريومه. بحبك قوي وبصبح عليكي كل يوم. صباحك قمر، صباحك قمر، هقولها لك تاني. بحبك هقولك يا شيف اسماء جدا جدا. وانا بحبك يا مريومه. شكرا يا مريومه، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. عندنا ايه تاني؟ الشاورما، الشاورما هنقطع الشاورما كده الفراخ على على شرايح طويله زي الشاورما، بعد كده هتبلها كمون، كزبره ناشفه، شويه نعناع ناشف، ملح، فلفل، بابريكا، ثوم وبصل باودر، ونعناع المجفف رشه بسيطه عشان ما يمررش معاكم، خدوا بالكم من الحاجات دي، وثوم مفروم وشويه زيت ومعلقه زبادي واحده، انا ما بحبش فيها صوص زبادي كتير، هي معلقه واحده بس هتبل بيها النص كيلو، تمام، مع البهارات وشويه زيت، هقلب كل الكلام ده مع بعض، ومعلقتين من الخل، الخل بتفرق قوي في الشاورما بتخلي طعمها حلو قوي، وشويه عصير ليمون. هحط كل التتبيله دي اسيبها ابيتها كده في الثلاجه او اخليها 3 4 ساعات قبل ما اشتغل، وبعد كده هسخن الطاسه او الجريل او ممكن اشتغل بصاج فرن. اهم حاجه في الشاورما عشان تديني نتيجه كويسه ان انا اكون مسخنه الحاجه اللي انا هنزل عليها الشاورما، وما نزلش الشاورما كوم كده، انا مش عايز شاورما تنزل ميه، فعايزه الطاسه تبقى سخنه جدا، سواء الجريل او الطاسه او الصاج بتاع الفرن يبقوا سخنين جدا، او درجه حراره الفرن عاليه جدا لو انا هدخلها الفرن او لو هسويها على البوتاجاز، وافرط الشاورما يعني ما اخليهاش كلها فوق بعض عشان ما تنزلش ميه ويبقى الفراخ كانها مسلوقه كده، انا عايزه فيها طعم اللسعه بتاعه الشوي دي، تمام، كاني عاملاها على الشوايه. بعد كده هقوم مسوياها بالشكل ده، وبعد ما اسويها، ده طبعا اختياري، لو انتوا حابين انا بحب بعد ما اسويها اشيلها من الطاسه او الجريل، وفي نفس الجريل ده
بقطع بصل جوليان، طماطم جوليان، فلفل جوليان، بشوحهم تشويحه بسيطه خالص. بحب الخضار يبقى بيقرش كده ما يبقاش يعني دايب. بعد كده بقوم حط عليهم الفراخ، اديهم تقليبه، بيبقى عندك احلى شاورما. حطي زبادي، تعمليها فته، تعمليها سندوتشات مع بطاطس محمره زي ما انت حابه. تعالوا بقى نقدم البرياني كده قبل ما نطلع فاصل عشان نبقى خلصنا البرياني. اشيل الحله دي، عايز اشيل الحله دي. حاضر. اهو ده ايمن يؤمر، ده الايمن تؤمر انا شانك بس ايمن شلت الحل. تعالوا بقى ايه نبدا ايه نغرف كده. بصوا انا عايزه الوان الرز تبقى باينه اهو. بصوا عايزاه ابيض في اصفر كده، مش عايزه يعني يبقى لون واحد. اهو بصوا شايفين اللي نزل عليها الصوص اهو بالشكل ده كده. هبدا كده عشان هحط في النص الاصفر، بس انا بحاول احط في الاطراف الابيض على الاصفر ده عشان يبقى باين ونبقى حاسين ان الرز ملون كده زي ما احنا بنشوفه في الاماكن كده اللي عندها الاكل الهندي، وبيبقى رز ملون كده وجميل اهو. بصوا بيبقى متمكس كده حلو قوي. تمام. ابدا بقى ايه احط بقيه الرز، اشيل طبعا اي حاجه هلاقيها، ورق لورا الكلام ده كله هشيله اهو، وهبدا اهو. انا عايزه الفراخ في الاخر خالص مش هحطها فوق الوش، فبسلك بس ايه الرز من الفراخ بالشكل ده كده اهو. طبعا اغرفه بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني انا بحاول اديكوا افكار، بس في الاخر انا بلاقي مثلا ناس بعتت لي صور غرفه الحاجات وعامله ديكورات بجد رهيبه، يعني حاجات كده بره الصندوق. فانتوا طبعا بيبقى عندكم كمان افكار حلوه جدا، يعني صافي بتبعت لي دايما حاجات صافي مختفيه. انت فين يا صافي؟ صح ما اتكلمناش بقالك شويه. صافي والحاجه فايزه ومدام احلام كلهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ومدام امال والحاجه فاطمه مستنيينكم بقى تكلمونا عشان نعيد عليكم السنه الجديده. صباحكم جميل. هطلع بقى الفراخ كده ارصها اي رصه احنا حابينها، وبرده احط الفراخ الثانيه اللي احنا سويناها مع بعض، هتلاقيها استوت دلوقتي اهو اهو كده. رص كده الفراخ بالشكل ده، وابدا بقى ايه هجيب برضو شويه الفراخ اللي عندي هنا خلاص استووا، هزودهم عليها كده، وابدا بقى زي ما قلت لكم زين. الماسك فين يا اسلام؟ اهو. وابدا بقى زين زي ما قلت لكم بشويه كزبره خضراء، اي حاجه موجوده عندي اهو. هبدا كده ايه ارص برده الفراخ كده فوق الوش اهو. احنا خلاص الفراخ دي احنا سويناها، معلش يعني بزود بس الفراخ اللي احنا سويناها اهي بالشكل ده كده. الريحه بجد فظيعه، ريحه حلوه قوي. بالشكل ده ريحه حلوه جدا جدا جدا. انا مش حاسه ان انا عايزه ازود لون احمر بصراحه، هي الوانها حلوه قوي كده. هزينها بقى بشويه كزبره خضراء. لا دي كزبره خضراء، لا وممكن نعناع برضو تبقى حلوه قوي. عارفين بقى البصل بتاع الكشري برضو ممكن نحط شويه لو عندنا، بيدي برضو طعم تحفه. هحط شويه جزر مبشور كده، وعلى فكره ممكن تدخلوا الجزر المبشور جوه الفراخ وهي بتستوي لو انتوا حابين يعني تحطوها.
اهو بس والنبي لوحه والنبي اهي. هو بقول لنفسي ما بتقولوش حاجه في الكنترول مش سامعاكوا يعني. بصوا بجد شكلها حلو قوي وريحتها فظيعه، ريحتها حلوه جدا مع شويه بقى الدقوس اللي احنا عاملينه، مش قادره اقول لكم تبقى طعمها عامل ازاي. اهو تعالوا بقى ايه نطلع كده فاصل ونرجع بقى نحلي بالحلو، هنعمل كيك حلو جدا، استنونا بعد الفاصل نعمله مع بعض. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بعد ما خلصنا البرياني وعملنا كمان الدقوس، هنعمل دلوقتي كيك البسكوت المشهور جدا، اللي طبعا البسكوت اللي داخل في كل الوصفات الحلوه اللي احنا بنحبها. هنعمل بيه النهارده كيك حلو جدا زي اللي احنا بنشتريه من بره بندفع فيه ارقام، لا هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجه الكيك البسكوت كوبايه من الدقيق وكوبايه من البسكوت المفروم، بسكوت اللي هو بتاع القرفه اللي هو مشهور جدا ده اهو فرمناه اخدنا منه كوبايه، ونص كوبايه من السمنه، ونص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من اللبن، ومعلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، واربع بيضات، وفانيليا، وزبده البسكوت. تمام، الزبده بتاعت البسكوت هسيحها في الميكرويف، وبعد ما اسيحها في الميكرويف شويه هضيف لها شويه زيت كده خففها. هقول لكم تاني مقادير: كوبايه دقيق، كوباية من البسكوت المفروم، ونص كوباية من السمنة، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من اللبن، ومعلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، وأربع بيضات، وفانيليا، وزبدة بسكوت. تمام، تعالوا كده إيه هقوم أول حاجة عاملة إيه، هضرب البيض مع السكر. خلاص هحط الأربع بيضات الإيه، ماشي، هنحط الاربع بيضات مع السكر والفانيليا اهو، ومعلقه العسل الاسود. صافي، صباح الفل. انا لازم انادي عليكم بقى، انا لازم انادي عليكم بقى واحد واحد. اه والله انا سمعت صوت يعني اسمي فقلت لا انا مشهوره بقى، لا تصبح على الجمال كله. حبيبتي صباح الفل، صباح الفل. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وعيد سعيد وسنه جديده جميله عليكي وعلى كل حبايبك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، سنه جديده، وتسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. والله انا بيبقى عندي ازمه يومين الاجازه دول، ببقى مفتقداكي جدا. مع اتفرجي بقى على اليوتيوب. لا ما انا بتابع حضرتك كل يوم، انا اقصد يومين الاجازه. ايوه يومين الاجازه اتفرجي بقى عليها على اليوتيوب. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. تسلمي، وربنا يجعله دايما يا رب ايام جميله وسعيده، واللي جاي احلى، وتعيشي ومنوره الدنيا كده ومنورانا بوصفاتك الجميله يا رب. الله يخليكي، الله يخليكي، ان شاء الله اللي جاي احلى طبعا، واحنا نعرف نظبط كل حاجه. احنا بقينا بنعمل حاجات دايما يعني احسن ستات في الدنيا. اه طبعا والله بجد، ده حقيقي، بيعرفوا يعملوا حاجات ويعني يخترعوا كده وصفات اقتصاديه وحاجات تكمل معاهم لاخر الشهر. فعلا بجد ستات شاطره جدا والله، بتعمل انت عارفه والله يا شيف كتير. انا عامله فته ورق عنب امبارح من غير لحمه ولا حاجه، ده حلو قوي. ايه فته ورق العنب بقى؟ قولي لنا عملتيها يعني ازاي. هي ورق عنب عادي بحشيه، بس بيبقى كور صغنونه كده مش طوابع. تمام. وبعمل عيش عادي محمص من غير دهون ولا حاجه. تمام. ورز طبعا عادي برضو. تمام. يعني حتى ممكن لو بواقي رز ممكن تتعمل بيه. بصي اختراع جديد ده، فتت ورق العنب. وبعدين الصوص بقى زي اللي حضرتك كنت عملتيه مره في الدونر، يعني زبادي مع ثوم ومع معلقه مايونيز وشويه بقدونس كده، وبحطهم ورشه سماق. والله جدا. من غير لحمه طعمها في منتهى الجمال. الف هنا، لا انت مبدعه صافي يعني. الله يكرمك. احنا خلينا متفقين، انت بتبعتي لي حاجات انا بتعلم من حضرتك. حبيبتي تسلمي، صباحك زي الفل حبيبتي. الله يخليك. صباحك جميل. والنهارده والله عامله جلاش برضو ببواقي الثلاجه كده، شويه مشروم على شويه رومي مدخن على شويه جبنه على كده، والله من غير برضو لحوم ولا حاجه، يعني البواقي كده وجبنه وفلفل وبصل وكده، وطالع جميل جدا. تسلم ايدك. كوبايه لبن وصفار بيضه. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك. تسلم ايد حضرتك.
حضرتك والله، انت اللي متعانا والله، وبنتعلم من حضرتك كتير. تسلمي يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه يا رب، وسنه جديده وعلى كل الكروب. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. تسلمي يا حبيبتي، شكرا، صباحك جميل. طيب احنا هنضرب البيض والسكر. والعسل الاسود والفانيليا، وهحط عليهم نص كوبايه اللبن ونص كوبايه السمنه. نجيب معلقه كده اهو بالشكل ده كده، وهخلط كل المكونات الجافه مع بعض، اللي هي البسكوت والدقيق والبيكنج باودر مع بعض كده وانا بضرب. كده خلاص خلطنا كله، كوبايه البسكوت مع كوبايه الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح وكل الكلام ده. مدام امال، صباح الفل. ازيك؟ لا ده لازم بقى نادي عليكم كل حلقه، صح؟ ما ينفعش يعدي السنه من غير ما اقول لك كل سنه حبيبتي وانت طيبه يا رب، وكل سنه وانت طيبه. العيد عندكم كمان 7/1، كل سنه وانت طيبه الاثنين. احنا مستنيين بقى ابداعات الكحك والبسكوت بقى. ماشي، حاضر حاضر يا حبيبتي. مستنيين الابداعات بتاعتك. حبيبتي كل سنه وانت طيبه حبيبتي. انا سعيده عليك انت واسرتك. اللهم امين يا مدام امال، نورتيني وبتوحشينا. الله يخليكي. معايا مدام امال؟ الو معاك يا حبيبتي. ما اعرفش انت بتعملي حضرتك ايه، مش عارفه. بنعمل كيك البسكوت. والله طيب، اتفرج عليه ده جميل. طيب طيب افطاري اكيد بنفسي بيه. لا حلو قوي، هيعجبك. صباحك جميل. صباح ايوه صباحك جميل يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي لتليفونك. بصوا اهو خلاص، بعد ما ضربنا السمنه مع اللبن مع البيض والسكر والعسل الاسود والفانيليا، حطينا كوباية البسكوت المطحون وعليهم كوباية الدقيق ومعلقة البيكنج باودر ورشة الملح اهو. هبدأ كده ايه، اوزع الكيك يبقى قوامه كده تقيل شوية. تمام، وبيدخل على درجة حرارة 180، الفرن طبعا في النص بس، ومن فوق طبعا مطفي اهو. الكيك عندي بقى الخلصان الجاهز، هبدأ كده أخده من الصينية بتاعته أحطه هنا وأجي بيه. بصوا العسل الأسود بقى والبسكوت مديله لون كأنه زي القرفة كده. أنا هبقى عايزة الاسباتولا دي. طب إسلام عايزة اسباتولا ضروري بعد إذنك. تمام، هبدأ بقى الزبدة بتاعت البسكوت اللي احنا سيحناها وخففناها بشوية زيت، هبدأ بقى إيه افردها كده بالشكل ده. خلي بالكم مش هتعرفوا تفردوها بالشكل ده غير لو سيحتوها شويه في الميكرويف وخففتوها بشويه زيت. خدوا بالكم من الموضوع ده، لازم تخلوها كده اهو كده. هسويها كده بالشكل ده. اسلام عايزه الاسباتولا اللي انا معايا دي. ماشي، بصوا اهو هسويها كده على قد ما اقدر. هي كمان شوية وبتلاقوها يعني اتساوت مع بعض كأنها بتسيح أكتر اهو كده بالشكل ده. كده بصوا هحاول أسويها على قد ما أقدر كده. تمام، بس كده كانت أفضل. وابدا بقى ايه اقطعها كده على المثلثات اللي احنا عايزينها اهو، حوالي على 4 أو 8 على حسب ما انتوا حابين. اهو كده
ونزين الشكل ده اهو كده، وابدا بقى ايه ازين بسكوت. خلصت والله يا ياسر، بطل بقى تكرش في ياسر اهو بالشكل ده كده. بسكوت مش عايز تحط يا ياسر. عملنا بسكوت كيك بسكوت بطريقه سهله برده وبسيطه، وعملنا البرياني والدقوس. يا رب تكون الوصفات عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وحلقه جديده.